دشنت بلدية المنطقة الجنوبية إنارة الممر المضيء في شارع 16 ديسمبر بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بالأعياد الوطنية بحضور سمو محافظ المحافظة الجنوبية الشيخ خليفة بن علي الخليفة وسعادة وزير شؤون البلديات والزراعة المهندس وائل بن ناصر المبارك وعدد من المسؤولين. وقام الحضور بجولة في الممر المضيء والاطلاع على رسومات الفنانين بمشاركة المرشدات ومركز الطلبة الموهوبين بوزارة التربية والتعليم وعدد من النحاتين والفنانين. وقامت بلدية المنطقة الجنوبية بتزيين عدد من الشوارع الجنوبية بمظاهر الإنارة الليلية بألوان علم مملكة البحرين والعبارات المهنئة بالعيد الوطني المجيد بدءا من شارع سمو للعهد وصولا إلى شارع الرفاع على امتداد مسافة تصل إلى 3 كيلومترات، حيث تم تزيينهما بأعلام البحرين المضيئة على الأشجار وأعمدة الإنارة. وزينت الأشجار في شارع الزلاج بأعلام البحرين المضيئة من تقاطع شارع خليج البحرين حتى فندق السوفتيل. وفي شارع 16 ديسمبر تم إنشاء ممرين للإنارة، الأول للمشاة على هيئة مثلث مستوحى من المثلثات 5 في علم مملكة البحرين، ويتضمن مجسمات في مواقع مختلفة تبرز الشعار الرسمي لاحتفالات هذا العام أعياد البحرين بلد الكرام، بمشاركة عدد من الرسامين البحرينيين الذين شاركوا في الرسم الحي في الموقع تعبيرا عن حبهم وولائهم للوطن وقيادته الحكيمة. أما الممر الثاني المخصص لعبور السيارات والدراجات النارية فيتيح للزوار توثيق أروع اللحظات بمناسبة الاحتفالات بالأعياد الوطنية في حركة انسيابية وسط جمالية الإنارة المضيئة للممر باللونين الأحمر والأبيض. وقامت بلدية المنطقة الجنوبية بتركيب مجسمات الكلمات المرتبطة بشعار احتفالات هذا العام أعياد البحرين بلد الكرام وزينة الإنارة المضيئة باللونين الأبيض والأحمر في دوار الساعة في الرفاع، حيث أضفت هذه اللمسات بعدا جماليا لافتا في هذا الموقع الحيوي المهم وسط شارع الشيخ سلمان. كما قامت بتزيين النخيل والأشجار وتركيب الأعلام والعبارات الوطنية المضيئة في منطقة مدينة عيسى بدءا من البوابة حتى الدوار المطل على مبنى بلدية المنطقة الجنوبية في مدينة عيسى. وزارة شؤون البلديات والزراعة ممثلة بالبلديات تأخذ على عاتقها سنويا بتزيين عدد من الشوارع المهمة والتقاطعات. احنا اليوم في شارع 16 ديسمبر مثل ما تشوفونه الزينة الجميلة، وهذا بتعاون بين بلدية المنطقة الجنوبية والمجلس البلدي. سنويا يقومون حقيقة بمبادرات جميلة، وهذا الموقع حقيقة صار موقع معروف، والهدف منه إضفاء الفرحة والسرور على العائلة البحرينية والأطفال والمقيمين. كل الشكر والتقدير إلى بلدية المنطقة الجنوبية على ما عملت لنا في هذه الممر المضيء. بصراحة الناس مبهرة بهذا المنظر الجميل. كعادتها قامت بلدية المنطقة الجنوبية بمناسبة عيد الوطني وعيد جلوس حضرة صاحب الجلالة بتزيين أغلب الشوارع في المنطقة الجنوبية، وقامت بعمل تشكيل فرق لتصميم وتجميل هذه المناطق وهذه الشوارع. تم إنشاء منطقة احتفالات على شارع 16 ديسمبر تتضمن العديد من مجسمات العبارات الوطنية المضيئة اللي تمثل شعار العيد الوطني هالسنة اللي هو أعياد البحرين. وكذلك هذا الممر تم تصميمه بشكل مستوحى من مثلثات علم البحرين. طبعا مشاركتنا اليوم في المنطقة الجنوبية شاركنا في الممر الضوئي الممر المنير، فمشاركتنا عن نحت سويت منحوته عن دوار الساعة وهي معلم من معالم هذه المنطقة.